في الفيديو ده هنبتدي نعمل اول عملية تجميل للبنت المسكينة دي عشان نصلح لها البشرة بتاعتها. تعالوا بس نعمل زوم سنة صغيرة كده، اتأكد بس ان زوم كمان سنة بسيطة، اتأكد ان انا اعمل كليك على اللير دي اللي هشتغل فيها. ممكن اغير لها الاسم، اخليها ريتاتش، اسيب دايما الباك جراوند او الصورة الاصلية زي ما هي عشان كل شوية ارجع واقارن واشوف انا عملت ايه. اول تول لو بصينا على مجموعة التول، الجزء اللي على الشمال ده اللي في النص دي، تول كلها تتعلق بتعديلات في الصورة، سواء الفرش اللي احنا هناخدها اللي اسمها هيلينج برش او الفرش العادية او تغميق تفتيح كذا حاجة. اول تول خالص فوق على الشمال حاجة اسمها سبوت هيلينج برش، هي البرش اللي عليها العلامة دي، حاجة كده فرشة وطلع منها حاجة. دي طار اول واحدة خالص هي السبوت هيلينج براش، بلاش الهيلينج براش والكلام ده كله هناخده ان شاء الله وهنشوف هنستخدم ازاي، في فروق ما بين كل واحده والتانيه. اول واحده هي هتديك حاجه زي فرشه تشتغل بيها بالشكل ده، هي فرشه فعلا. الفرشه دي لو رحت عملت كليك يمين في اي حته من الشاشه هيقول لي السايز بتاعها قد ايه والهاردنس بتاعها قد ايه. غالبا ان باي ديفولت تكون 100%، انا بفضل انها تكون يعني 90% او حاجه 80 حاجه 80% حاجه زي كده. والسبيسنج، سبيسنج يعني ممكن اخليه 25% زي ما هو، بعمل كليك فوق كده وعشان تروح البرش دي، وبعدين الحجم بتاع البرش بغيره من القوس اليمين والشمال اللي هو في الكيبورد عندك مع الحروف الدال والجيم. يعني حرف لو دوست حرف الدال كذا مره هتكبر البرش، لو دوست حرف الجيم كذا مره هتصغر البرش. باجي فوق اي جزء من الاجزاء اللي انا عايز اشيلها واحاول اصغر البرش على قد بالظبط الجزء ده مثلا، وبعدين كل اللي بعمله ان انا بعمل كليك. بصوا اختفى ازاي. طيب نشوف هي الفرشة الطريقة دي بتشتغل ازاي. اكبر شوية حاجة زي كده واجي على العين حاجة زي كده، وامسك واشد، اعمل كليك واشد على العين بالشكل ده. بص حصل ايه. الفكرة ان هو بياخد الجزء اللي انا عملت عليه سواء كليك ودراج او عملت كليك واحدة بس، ويبص حواليه وياخد اجزاء من اللي حواليه ويكررها جوه الشكل. الطريقه دي بالظبط تشبه الكونتنت اوير تول، يعني كان الفرشه دي كانها سيليكشن الكونتنت اوير اللي عملناها المره اللي فاتت. طيب تعالوا نعمل كنترول زد، نطلع فوق في الاوبشن بتاعته دي، خليها نورمال زي ما هي. الجزء ده بتاع البروكسيميتي ماتش دي اول طريقه في الجزء بتاعي. السامبل اول لير دي خليها اوف، ما تعملش عليها علامه صح. تاني حاجه الكرييت تكستشر، ودي لو جيت عملت كده على العين هتلاحظ ان هو خد النسيج بتاع البشره. كلمه تكستشر يعني نسيج او البنيه بتاعت او التفاصيل اللي فوق البشره من غير اللون، يعني التفاصيل بتاع النسيج بتاع البشره. هيكرره ويحطه. طبعا انا مش عايز الاوبشن ده، يعني ممكن يكون ليه استخدامات بعدين بس حاليا مش محتاجه، اعمل كنترول زد. تالت حاجه اللي هي كونتنت اوير، دي هي افضل شيء، هو بيبص على الاجزاء التانيه من البشره ويكررها بطريقه افضل شويه. طيب طبعا انا محتاج عين البنت يعني مش عايز اعمل فيها كده، فهنعمل كنترول زد. انا بس كنت اوريكم الطريقه. دلوقتي هاجي فوق كل جزء من بشرة البنت دي واعمل عليه كليك، احاول بس الكليك تبقى فوق بالظبط الحاجة ما تكبرش عنها. شوف بتلاحظ في ثانية سحر، شال الجزء اللي فيه مشكلة وكرر لي الجزء ده. يعني ما هوش 100% لانه فتحه شوية وشال المسام الطبيعية بتاعتها، فبلاش نعمله دلوقتي، نرجع نعمل كنترول زد وهوريكم طريقة ثانية نستخدمها. لكن كل الاجزاء دي انا شايف ان ما فيهاش مشكله، ممكن نشيلها. اي جزء فيه مشكله بس بتصغر او تكبر الدايره بتاعتك عشان تحاوط بالظبط الجزء اللي انت عايز تشيله. خلاص ان احنا يعني في ثواني معدوده صلحنا عيوب بكميات كبيره جدا في البنت. يا ريت حاجه زي كده كانت موجوده في الحقيقه كنا ارتحنا. انا فاكر حتى ان انا يعني اول بعد ما درست الموضوع ده وعرفته لاول مره، بقيت كل ما اشوف حد احس ان انا عايز اجيب الفوتوشوب واصلح في البشره بتاعته. ولما عملت كده لناس كتير من اصحابي وقرايبي بقوا يا سلام لو حاجه زي كده في الحقيقه كنا نخلص من كل المشاكل اللي عندنا. فاهي خلي بالك بس حاول دايما حجم الدايره يكون على الأقل. تخيلوا بقى ان كل الفنانين المودلز والمغنيين وكل كل الناس اللي بتطلع في اي صوره بيكون معمول لها فوتوشوب بالشكل ده.
وده شغل بيحصل كتير قوي في الاستوديوهات. مفيش تقريبا استوديو تصوير مفهوش حد بيستخدم الفوتوشوب عشان يصلح المشاكل، عشان يصلح مشاكل البشرة، خصوصا في الصور بتاعت الأفراح، العريس والعروسة أو حتى أي صورة عادية، يعني صور أفراح بس بيتوصوا بيها شوية. فدي وسيلة برضو إن أنت ممكن، يعني فرصة من فرص العمل، إن أنت ممكن بعد ما تحترف الريتاتش إن شاء الله تتدرب عليه كويس قوي، إن أنت تشتغل في استوديو تصوير. خلي بالك بس من حاجة، طبعا هناخد قدام في الكذا فيديو اللي جاي كذا طريقة من طرق الريتاتش، إن أنت على قد ما تقدر ما تعملش تغييرات كبيرة جدا. يعني أيوة الحاجات البشرة دي ماشي، دي كده كده يعني البنت ممكن بس تكون في فترة مراهقة ولا حاجة، عندها يعني حب شباب كتير، لكن ما تعملش تغييرات. هناخد طرق نعمل بيها تغييرات أقوى من كده. مش مفروض إن شكل الإنسان يطلع من الريتاتش مشوه، يعني بتلاحظ إنه بيعملوا حاجات في استوديوهات التصوير بيبوظوا شكل البشرة تماما، ده مش المفروض نعمله. يعني المفروض على قد ما نقدر التغييرات تكون بسيطة. طبعا في الفيديو ده احنا هنعمل كل أنواع التغييرات الممكنة، بس لتعليم الناس يعني، أو عشان أوريكم إمكانيات الريسيرش. لكن أنت في حياتك العادية أو لو اشتغلت في المجال ده، حاول ما تكترش قوي من تعليم كنترول زيرو، عشان بس نحس بالفرق. نروح على اللاير اللي اشتغلنا فيها، نعمل لها هايد، ده كان شكل البنت قبل التعديل، ده شكلها دلوقتي بعد التعديل. ممكن تاخد وقت زي ما انت عايز، يعني انا ممكن بعد ما الفيديو ده ينتهي هاخد بس وقت اكتر في تظبيط اكتر من كده، بس عشان ما تحسوش بالملل يعني والفيديو ما طولش. لكن هي دي الفكره، ده الشكل اهو قبل وبعد، حاجه طبعا سحر، وحافظ على شكل البنت زي ما هي. في الفيديو اللي جاي هناخد طرق كمان افضل واحسن من كده.